التحديات الأفريقية، السيد السكرتير العام للمنظمة، السيد مدير مفوضية الاتحاد الأوروبي، السيدات والسادة زملاء الوزراء والمحافظين، أصحاب السعادة، ضيوف مصر الكرام، السيدات والسادة، أن حضور هذا العدد المهم من القيادات المحلية الأفريقية على أرض مصر وفي عاصمتها القاهرة يمثل مصدرا للفخر والاعتزاز، لا سيما وهو يضم أيضا وزراء معنيين بمجال التنمية المحلية يمثلون رئيس وأعضاء مكتب اللجنة الفنية المتخصصة بالاتحاد الأفريقي المعنية بالخدمة العامة